السلام عليكم. انا واحد من ساكنه هذا الدوار هذا، كنعانيو من الضو، ما يمكنش نعيشو بلا ضو. هذه رساله كنوجهها للناس المسؤولين، يشوفوا من حالنا، وراه حنايا مكرفسين، وليداتنا ما تلقاوش على من يقراو ولا من تحرك لا فين والو، فلاحه حنا ضايعين. وحنا راه هاد المنطقه هي اللي خضراء كنتفلحوها، ما عندناش الضو وبغينا الضو، ما نقدروش نعيشوا بلا ضو. هذه 4 شهور 5 شهور احنا ما كنشوفوش الضو. مشينا عند المسؤولين، مشينا عند رضال، تيصيفطوك عند الرئيس، الرئيس يقول لك سيروا وما طبنا عينا، رحنا رجاف الله تنطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا ويعطينا الضو. رحنا ما نقدروش نعيشوا بلا ضو. كاين اللي مرات الدوايات، الثلاجه ما خداماش، ما يمكنش والو، لي حتى حاجه، حنا مكرفسين كارفسين. والناس يشوفوا من حالنا. شحال من الناس اللي مستهلين مضرين؟ شحال تقريبا ديال الديور مضرين؟ تكون واحد 100 دار، 100 حتى 120. ما كتشوف الضوء هذه مده 5 شهور. اللي فيها شي 40 اللي ما عندهاش المكانه. مشيتوا عند الرئيس؟ مشينا عند الرئيس، استقبلنا، قال لك واخا غنديروا لكم الحال، ما كاين حتى حال، هذه مده ديال 5 شهور. رحنا جالسين غير على الظلمه. الرسالة ديالك رئيس الجماعة؟ هو رئيس الجماعة يشوف من حالنا ويجيو يديروا معنا شي حل، راه حتى حنا كنعانيو، راه ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعيش بلا ضو. سميتي إلياس، تنقرا في أولى إعدادي، وما عندناش ضو، تلقاوش علينا نحافظو، تنسكنو حنايا في الحنشة فورات، تلقاوش علينا نحافظوها على الشمعة. ما عندناش ضو. شحال ديال الوقت دابا والماء والضو ما عندك؟ شي كوك شي شهر، وراه ما عندناش حنايا الضو، ما عندناش، حنا قاعد نظلمة. طابلة القوم مسخة، توسخوا لي كتوبة، توسخوا لي كتوبة، تخاصم لي الأستاذة، تقول لي علاش، نقول لها ما عندناش ضو. تنطلبوا من سيدنا محمد السادس يشوف من حالنا، يصاب لنا الضو، صاب لنا الضو، حنا قاعد نظلمة. السلام عليكم اسيدي، انا الاسم ديالي علال، كنسكن في هذه المنطقه ديال الفوارات. هذه المنطقه اللي هي متضرره بزاف، اللي الفلاح مضرور والتلاميذ مضرورين، الدراري ما كيقراوش بسبب الضو ما كاينش. مشينا عند المسؤولين، مشينا عند ما خلينا مع مشينا تيقول لنا سيروا احنا نديروا لكم الحل، احنا نديروا لكم الحل، باقي ما شفنا لا حل ولا راه عيب وعار. هذه 2023 وباقي الضو ما كاينش. راه سيدنا الله ينصرو قال المغرب كامل يكون مضوي، هذه 2023 والضو باقي ما كاينش، راه عيب وعار. هذه مشينا عند المسؤولين مده 3 شهر، الدري كيمشي للمدرسه كنصيفطو للمدرسه كيقول لك ما نمشيش، علاش؟ انا ما حافظش الاستاذه ديالي غضربني، علاش؟ تيقول لك الاستاذه ديالي غضربني، الدراري ما بقاوش باغيين يقراو. انت واحد الكميه ديال الدراري قلال اللي ولاو تيمشيو للمدرسه، الدراري ما بقاوش كيبغيو يمشيو. والفلاحه هذه المنطقه موالفه كتكون عامره، المنطقه هذا العام خاويه، شنو السبب؟ سبب الضو ما كاينش، منطقه خاويه هذا العام. حنا على ما يقارب تنقولوا تقريبا سلا كامله كتاكل من هذه المنطقه هذه، تقريبا مليون نسمه اللي كتاكل من هذه المنطقه هذه. هذا العام ما نفلحاش، ما كاين حتى شي حاجه. بالسيف من البطاطا دير 4000 5000 صندوق، وخيزو يدير 100 درهم الصندوق، والدلفت يدير 100 درهم الصندوق. السبب هو الضو ما كاينش. كون كان الضو كره الناس مفلحه، الناس شوف هتشوف دابا شحال ديال الناس مضروره، وشحال ديال لافوكا ميته، الفلاحه ما كاينش، بلاد موالفه كتكون عامره هاد العام، هي خاويه. تنطلبوا من المسؤولين، الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليكم، ديروا معنا شي حل، الله يرحم لكم الوالدين. راه نتوما كتشوفوا دابا هادشي كلشي، راه هما كيجيو، ها هو دابا الا ضربتي على البوصه تلقاو تيجيو حيدوا الخيط ديال الضو ومشاو. سبب اش الله اعلم، الخيط قطعوه، سبب اش الله اعلم، ما عرفينش السبب، ما عرفناش السبب علاش. كان الضو كيتقطع، كيجي كيمشي، كيجي كيمشي، شويه لقيناه محيد، فقنا في الصباح جينا لقينا الضو ما كايناش. تواصلتوا مع الجماعه؟ مع رضا؟ مشينا عند الجماعات، ما بغيناش نذكروا السميه، مشينا عند الجماعه، مشينا عند الرئاسه، مشينا عند الاعضاء، مشينا عندهم والو. المسؤولين رضا تيقول لك احنا نجيو نديروا معاكم الحل، باقي ما شفنا حتى حل. دابا 3 شهور دابا هذه باقي ما كاين لا حل لا حتى شي حاجه. حنا من الضو هنا قطع لنا تقريبا ديال 4 شهور، وحنا كنعانيو الضو، ما كاين لا ضو، ما كاين حتى حاجه كاع. وكاين الناس المنطقه دابا، كاين اللي عندها في المثال 50 مكانه، وكاين 40 ما عندهاش. من نهار عطاو المكان على ولاد البوات، من الاولاد ما كانش يعطاو شي مكانه، اللي فرق ما عندوش المكانه. وانت تبغي مسكين يجر الخيط باش يقري وليداتو، تيقول لي انت سارق. ما يمكنش، عطيهم مكان ما غاديش يسرقوا. 40 مكان ولا 50 مكان، الناس اللي جاره خصهم يعطيهم مكان.
واش ماشي من حقهم ماشي سلاليين؟ وهذا هو المشكل اللي وقع. مشينا لعند الرئيس خطط ثلاثة المرات قالنا ودي حنا غنخرج لكم الضو وغنخرج لكم مواقن، ولاو فين جاو ولاو تعكسوا فين ما فهمناش علاش. هذا هو المشكل ديالنا اللي وقع. النداء ديالكم من كتوجهوا؟ كنوجهوا لسيدنا الله ينصرو يشوف من حالة هاد الدوار المنطقة ديالي اللي ما عندهاش الضو كاع. اتصلتوا بالرئيس؟ اتصلنا اتصلنا بالرئيس، جاو عندنا لهنايا شافوا قال لك حنا غنطلقوا لكم ومازال ما شناش شي حاجة. علاش دابا مثلا الرئيس كيعطيكم وعود وما كينفذهاش؟ علاش؟ ما فهمناش علاش. كنا نديروا معاك جميع الحل اللي بغا نديروا معاك نديروا معاك، وكاين الناس اللي ما عندهاش لهم مواقن كاع. دار معنا بين ما خرج لنا مواقن هو براسو الرئيس ولا ما خرجش لنا. دابا راه جينا نحسبوا بالدواور اللي كاينين هنا غنقدروا نجبروا واحد 200 خلق اللي ما عندهاش لهم مواقن كاع نهائيا. هي هما يطالبوا وبديورهم بكل شيء ليهم. ما بغاش يعطيهم الضوء. شنو الاثار ديال هذا الشيء عليكم؟ كيفاش يعني هذه المشكله هذه كيفاش كتاثر عليكم؟ المشكل اللي دايرنو عاود المواقن حابسينهم. كاين اللي جا دابا براني في المثل وشرا هنايا على ودو شاد جار المكانه هذاك نضيع لكم الضو. قال لي انتم اللي غتحملوا مسؤوليته ماشي حنا، عطيته هو مكانه. كلشي بغى المواقن. شي ديال الضو حابسين الفلاحه، مقاتله فلاحه الشجر تحرق كلشي تحرق. كلشي كاين عليهم منهم مقاتله فلاحه ما بقى حتى حاجه، الفلاحه هي اللي كيعيشوا منا حنايا. وكيعيش منا كاع العالم ماشي كيعيش منا حنايا. صافي قصي منطقه دوار الفوارات قاطع. شنو المشكل اللي عندكم؟ عندنا الضو قاطع لينا. شحال هذوما قاطعين عليكم؟ تكون دابا شي 14 دابا. ايوا ودي درتوا شي اجراءات مع المسؤول؟ مشينا عند الرئيس ما بغاش لينا، مشينا للجماعه ما بغاش، اللي مشينا عندهم ما تيبغيوش لينا. ما كاين حتى حاجه؟ ما كاين حتى حاجه لا والو حتى. وكيفاش قطعوا لكم الضو هذا؟ ما عرفناش علاش اخو. يعني ما حاولوش يفصلوا لكم حتى علاش قطعوا؟ ما عرفوش علاش. شنو الطلب اللي كتطلبوه انتم في هذه الساعه؟ حنا تنطلبوا الضو. اذا لمن كتوجهوا هذا الطلب؟ لمن كتطلبوا الطلب هذا؟ هو الدوره رم سيدنا سيدنا نصر الله مسؤولين كتنجدوهم بان الضو يوصل لكم. باش الاثار اللي مأثر عليكم هذا غياب الضو فاش مأثر عليكم؟ في كل شيء، فلاحه المحل كل شيء، الدراري ما تيقام لقينا حتى باش يحفظوا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.